نادرا ما تجد شعبا متماثلا في شكله الظاهري بل في طباعه وأخلاقه ومزاجه مثل الشعب المصري. خلينا نقول ان الكلمة الواحدة هذه لها معنيان. برغم ان الحروف واحدة مفيش واحد ولا واحدة ما يعرفش الفروق اللي بالفدان مش الملي ما بين الوحدة والوحدة. الوحدة بمعنى العزلة ويمكن ان تفهم بمعنى الاتحاد. زي ما في وحدة توحدنا واحدة بمعنى العزلة دي افتقار فقر تحمل دلالات الضعف عدم النضوج وسوء الفهم المتبادل. لما الواحد ينكفئ على ذاته وينكفئ عليها ويكتفي بها يبقى هو معزول بيعزل نفسه وبالتالي الوحدة بمعنى العزلة هي ضعف. لكن الوحدة بمعنى الاتحاد هتجعلني غني. هي قوة، هي انفتاح على الآخرين، هي مزيد من النضج والمعرفة والتفاهم وبالتالي أحقق الغاية من وجودي الشركة الكاملة مع الله والبشر. هل يقدر أبناء الوطن الواحد يتحدوا مع اختلاف عقائدهم؟ لما يفكروا معا في وحدة العيش ثم في وحدة المصير. في رأيي يجب الانطلاق من القاسم المشترك الأعلى، كل البشر يتفقون في البشرية. الدراسات الحديثة أثبتت أن 97.5% من جينات المسلمين والمسيحيين جينات واحدة، كما أن 87.5% من جينات توت عنخ آمون موجودة في المصريين جميعا. معنى هذا إيه؟ معنى هذا أننا شعب واحد تاريخيا، جغرافيا، جينيا، بيولوجيا. إحنا بنعيش في أرض واحدة وبنشرب من ماء واحد وبناكل من نفس الزرع. في مصالح مشتركة. أنا إيه اللي هيخليني أتعاون معاك؟ إيه اللي هيخليني أتحد معاك في نفس الوطن إذا ما كانش عندنا مصالح مشتركة؟ اللي يخلي وجودي يعتمد على وجودك ووجودك يعتمد على وجودي. القبول المتبادل كما نحن عليه وكما الآخر عليه وليس كما نريد الآخر أن يكون. إنه يكون في يقين بمبدأ التعددية. أنني يجب علي أنا أن أحترم كل إنسان في تشريعاته الخاصة به. وجود الآخر مش مهدد ليا، بالعكس وجود الآخر يثريني ويغنيني. لما إحنا الاتنين نبقى عارفين عن ثقافة بعض وتاريخ بعض، إحنا الاتنين نقدر نقدر ثقافة بعض وتاريخ بعض. فنحن شعب واحد، وده اللي قاله ستامب. بالرغم من الغزوات الكثيرة التي مرت على مصر إلا أنه كان تغييراً في الحكام ولم يكن تغييراً في جنسية مصر. يعني أسرة العسال كانت تدرس في رواق الأقباط، وهي أسرة قبطية شهيرة. مكرم باشا عبيد تحدث عنه أنه كان حافظ القرآن في رواق الأقباط. كانت هناك أوقافا إسلامية في داخل جامع الأزهر الشريف للأقباط، وكان اسمه رواق الأقباط، وظل مستمرا لحد سنة 1916. للأسف الشديد نحن نهزم ونقزم من هذه التجربة، التي أرى من وجهة نظري أنا كمهتم وكمثقف أننا بحاجة إلى إعادة تصديرها مرة أخرى وبإعادة خلق تراث مشترك مرة أخرى، وهو أعظم وأكثر احتراما بكثير جدا من الأفهام الضيقة المتشددة. البلد إن اتدمرت هتتدمر بكل عناصرها، مش هتتدمر بعنصر دون الآخر. محو الآخر وإبادة الآخر وأن يكون أنا وفقط. مهما كان الآخر ده مختلف عني، أنا أرفض أني مستقبلي يكون فارغ بدونك، لأني إحنا عشنا مع بعض الماضي، وصعب قوي مش صعب ده أنا بقرر مستحيل أنه أعيش المستقبل بدونك.